السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. يا جماعة، الجو ده أنسب جو لنزول المية. إزاي؟ العملية سهلة جدا وهتتم على 4 خطوات. هتجيب المايو، تلبس المايو، تنط في المية، حد من البيت يتصل بالإسعاف. سهلة جدا. طبعا جسمكم كله أشعر، لذلك هنا يقدر الذكر إننا على مستواي الشخصي وعلى مستوى شعب مصر بقدم التحية والشكر والإعزاز والتقدير والحب لكل عامل واقف في مصنع في الجو ده، لكل ممرضة أو ممرض، لكل طبيب أو طبيبة، لكل عامل نظافة، لكل عسكري جيش أو شرطة، أو صف ضابط جيش أو شرطة، أو ضابط جيش أو شرطة، واقفين في البرد ده علشان يدافعوا عن مصر من الداخل ومن الخارج. بوجه التحية لكل فدائي، الفدائيين اللي بياخدوا الفرق بتاعة الصعقة، لطلبة الكلات العسكرية اللي بتنط نطة الثقة في الجو ده، اللي بينزلوا ياخدوا فرق في البحر الأحمر وبيخوضوا في الملاحات والجو رهيب جدا، كل ده علشان يحمونا. لكل عساكر المطافي والدفاع المدني، كل الناس دي يا جماعة جواهر، جواهر محدش حاسس بيهم، جنود مجهولة محدش حاسس بجهودها، فأنا بأقدم لهم الشكر والتقدير والحب والإعزاز، متشكرين جدا. أرجع الفيديو بتاعي. أسيتايل سيستين، أسيتايل سيستين كميوكوليتك أو مذيب للبلغم. لو حضرتك عندك بلغم جامد مش عارف تطرده ناشف، لازم تدوبه. انا بقى بدوبه بايه؟ بماده الاسيتايل سيستين. في منها تركيزين 200 و600، ال 200 ب 14 جنيه وال 600 ب 22 جنيه الا ربع. دي 10 كياس ودي 10 كياس. الجرعه كيس بيتدوب في نص كوبايه ميه وتشرب مرتين كل 12 ساعه. ما لم يصف الساده الاطباء غير ذلك. الاسيتايل سيستين بيدوب البلغم، مش بتاع الجهاز التنفسي وبس، لا، ده اطباء النساء بيكتبوه علشان يسهل، يذيب البلغم فيسهل وصول الحيوان المنوي للبويضة وعملية الإخصاب تحدث. تاني استخدام غير كده ايه؟ استخدام مهم جدا ان الأسيتايل سيستين مادة ترياق او انتيدوت للتسمم بالباراسيتامول. باراسيتامول زي ايه؟ باراسيتامول زي ايه في السوق؟ بنادول بأنواعه، كل أنواعه، بنادول، أدول بكل أنواعه، بارامول، بارامول أهو، باراسيتامول 500 ميلي جرام، 500 ميلي جرام. لو حضرتك خدت الباراسيتامول ووصلت للجرعة السامة، طب إيه الجرعة السامة؟ الجرعة السامة 6 جرام يومياً، 6 جرام يوميا. يعني ايه 6 جرام؟ يعني 12 قرص، 6 جرام 12 قرص هتاخدهم على مدار اليوم، هتعمل لك ايه؟ هيباتوتوكسيك، او هتسمم الكبد وهتقضي عليه. او ممكن حضرتك لو خدت 4 جرام، احنا قلنا 6 جرام في مده 48 ساعه هتعمل لك تسمم. طب ممكن تاخد 4 جرام، 4 جرام يعني 8 تقراص لمدة اسبوعين، 8 تقراص لمدة اسبوعين برضه هتعمل هيباتوتوكسيك او هتسمم الكبد وتقضي على وظائفه. مادة الاسيتايل سيستين دي انتيدوت او ترياق للتسمم بالباراسيتامول. فاوعى حد يقول لك البنادول امن، امن بجرعته المظبوطة تحت إرشاد الطبيب، ما تزودش عن 3 أيام في الجرعة الآمنة بتاعته. غير كده لو وصلت لستة جرام يعني 12 قرص خلال اليوم، يعني هتاخد إيه مثلا؟ 4 حبات دلوقتي، وكمان 6 ساعات 4 حبات، وكمان 6 ساعات 3، وكمان 6 ساعات 3. ما أنت معتقد إنه آمن، لا، ده هيقتلك في ظرف 48 ساعة إذا خدت 6 جرام. خلي بالكم، دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم.